صباح الخير الغزالة ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى يا ربي كاملين تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم لعباس. يلا فقت من النعاس وبغيت نشارك معكم الطريقه كيفاش كان كي شنو كندير منين كنوض من النعاس، شنو كنصاوب، الماسك اللي كنحط على وجهي. نشارك معكم واحد الماسك اللي كنسميه انا ماسك سحري بمعنى الكلمه، فريمون انه والله الماسك راه سحري وبزاف، وبغيت نشاركو معكم. لذلك غتبقاو معايا وغادي نوريكم كل شيء، لي ديتاي اللي كنحط على وجهي، شنو كنصاوب، كيفاش كنصاوب المكياج ديالي. المهم البنات هادو راه الشفر كيتلصقوا بالحبه، كيدوموا مده تاع 20 يوم، وعلى حسب انت لا تهلاتي فيهم ما تهلاتش فيهم راه ما كيدوموش. ودرت الحرق قوس لي حجباني. المهم غادي نصاوب معكم داكشي اللي كنقاد لوجهي، غادي نوريكم الماسك اللي كنحط. شد الدموعات الدميعات يا اختي، الدميعات الدميعات، وبقاو معايا. بون الغزالات ديالي، اول حاجه كنديرها البنات اللي هي هادي هادي هذا الماء ورد، كنرش الماء ورد على وجهي عاد كنحط الماسك. حبيباتي بعد ما كنحط الماء ورد بهذه الطريقه، يعني بحال اللي كنرشو على وجهي كنخليه ينشف راسو وعاد كنحط الماسك. بالنسبه حبيباتي الماسك اللي هو هذا، هانتوما شوفوا طفطارو طارو طارو. المهم هو هذا ماسك ديال بالودعه وبالبيكربونات الصوديوم، كيفتح البشره وكيعطيها واحد النظريه زوينه، وكيخلي البشره ديالك دائما تكون نمسكوا التليفون باش نعبر، كيفتح البنات البشره وكيعطيكم، كيولي وجهكم دائما منور. ومن حيت كتغسلوه اقسم بالله حق الله العظيم شلاحت هادشي، اون فوا كتغسلي الماسك كتحسي بحال اللي دايره الفون دو تاب، بحال اللي ما عرفتش وجهك رطيطه بوجهك فواحد الحله زوينه. هاد الماسك جبتو لي اختي موار زازات، كما كتعرفوا انا لي ماسك اللي كيكونوا مقادين كتجيبهم لي اختي موار زازات. البنات راهم كاينين في عند داك صحاب المواد الطبيعيه اللي كيبيعوا في مدود، راه عندهم حتى هما، قولوا لهم غير الماسك نتاع الودعه بيكربونات الصوديوم غادي يعطيه لكم، ودخلوا تقراو على البيكربونات الصوديوم ودخلوا تقراو على المنافع ديال الودعه على البشره وغادي تردوا عليا. المهم ماشي ندير اختي البنات، راني درت الماسك مي غنحاول انني ما نقيش عويناتي، فهمتوا عينو محيتي الا قصهم راكم عارفين الشفر مركبين غادي نتفرشو غادي يطيحو وانا عاد درتهم. المهم شوف الودعه شي حاجه زوينه للبشره، الودعه راه ما كاينش بحالها. عرفتوا انا منين قريت البيكربونات وداكشي كنقول اه كيفاش البيكربونات للوجه، كنتش عارفه منين دخلت قريت على المنافع ديال البيكربونات، قريت على بزاف ديال الحوايج شنو كيديروا البيكربونات للبشره. البيكربونات البنات بزاف ديال الناس كيديروهم كمقشر للبشره، ولا يمي ما تخليهاش اكثر من جوج دقائق البيكربونات بوحديتها. مي مع هذا الماسك هذا كتخلي المده تاع نصف ساعه، وهانتوما غتشوفوا النتيجه كي دايره، وغادي تشوفوا شنو كيدير البشره وكي كيردها. والله البنات اول مره حطيتو على وجهي فريمون منين ساليت كنقول او واش لهاد الدرجه عنده هاد المنافع حتى لهاد الدرجه، يعني حسيت بواحد الاحساس واعر في البشره ديالي، رطبه 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 بزاف ومتالقه وزوينه، وكتحسي ما محتاجاش ديري لا فون دو طام، ما محتاجاش ديري حتى حاجه. وانتم غادي تشوفوا، غادي نوريكم المكياج اللي غادي نحط خفيف جدا، غادي تشوفوا كيفاش كنصاوبو، وغادي يجيكم بيزار. لحقاش انا ما كنحسش براسي انني كنبدع في المكياج، كندير داكشي عادي وصافي. غادي نخلي الماسك البنات ينشف لواحد نص ساعه، مده نتاع نص ساعه ايوا اختي، ونرجع لكم ونشوفوا الحل. ماشي الحل هي ناري، نشوفوا النتيجه. عارفاكم دابا راكم كتقولوا النتيجه، النتيجه هي هذيك. يلا نص ساعه وغنغسلو. باي باي. مينو 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 عليا انا مزينتي بنيته، مينو 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 مينو. عرفتوا يا بنات ويلي وجهك كيولي عندك واحد الوجه، يلا هانتوما شفتوا، ديروا مقارنه داكشي اللي فات وغادي تشوفوا داكشي واعر، هادشي اي كلاس. والله كتحسي بوجهك رطيطه، هانتي شوفي
كتهبطي ديدا كطبين على وجيهاتك وغزال وما تحتاجيش ديري حتى حاجه. انت دابا انا عندي نخرج هكا، غير هي المشكله الشمس تحرقني، داكشي علاش غادي ندير ليكرو و غنوريكم كيفاش كنحط الماكياج. شوف غزال يا الحبايب يا البنات، كون كنتو حدايا دابا تشوف واحد الحاله. عرفتي جبت الخزاني كاملين كنقلب على واحد الجلابه، ها انتم شوفوا جبت الخزاني كاملين كنقلب على واحد الجلابه وما لقيتهاش، ما عرفتش فين طارت، تصدت يا اختي. اول حاجه البنات غادي ندير اللوجيه ديالي اللي هي ليكرون، كندير هاد ليكرون هادي ها هي، يلا كابتيرو ياك، كنحطها على وجهي غير هكا والعنيق. انا من نوع البنات اللي تكن معكي هاد كنلبس الحوايج، ما يمكنش و اون بليس هاد ليكرون هادي والله غزاله. والمشكله هو انني انا مرني ما كنتش من الناس اللي كيدير ليكرون، حتى تلاقيت واحد صديقه عزيزه جدا 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 اختي هند، ولقاتني واحد النهار عرفتي مشوطه بالشمس ديال بصح، وهي تقول لي اويلي مالكي على هاد الحاله. قلت لها اختي انت كتفكري ما كديريش ليكرون؟ قلت لها لا ما كنديرهاش. ايوا مسكينه مشات جابت لي كادو هاد ليكرون هكا. يعني انا ماشي من النوع اللي كيدير داك الماكياج بزاف وداك التخربيق، ولا حطيت غير ولا حطيت حق البنات شفتو، الا حطيت غير درت غير هكا انتوما غادي تشوفوا، انتوما غادي نخليكم خطوه بعد خطوه باش تشوفوا كل شيء على عينيكم. شفتو راه الا حطيت غير في التليفون كيبان بحال هو مقاد، وفي الواقع مقاد. شفتو الا حطيت الا درت غير هكا كيبان بحال اللي دايره بزاف، ما عرفتش علاش. ما خصكم تجيو هكا باش كيبان انتما درت ليكرون وتشوفوا شنو ندير معايا. اجيو بعدا نمشي نقلب على واحد الصاك هو اللي فيه الكر. اتو عينو شوفي هكا. غادي ندير شويه ديال الماسكارا، ولكن بعدا ندير لونتيسيرم، غندير لونتيسيرم بناتي حيت راني هذا من عند افو. انا ما عنديش مع داك التخربيق ديال نجلاس ومبقى نصاوب، عندي فوندو تايان اند وان، ها هي يان اند وان، مي ما كنديرهاش اختي بزاف كتعجبنيش، كيعجبنيش ندير الفوندو تا، عارف كنحس براسي ما محتاجاش الفوندو تا، ما كنبغيش نضيع البشره ديالي بالفوندوطا. وبزاف ديال البنات كيقولوا لي ايوا امونه شنو كديري بشرتك شنو كديري، لا تا 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 تا. نقول لهم يا البنات الله ينعس الشيطان راه ما تندير والو، الحاجه اللي كنديرها هو انني كندير الماسكات. كيقول لك ايوا حقا شنو كيفاش الماسكات، راه ما يمكنش ان الماسكات تلاخر دير لك هادشي كامل وهادي وهادي اختي، راه الماسكات ديال لك مكتر وكتر 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 وطرك دقيقه. بول البنات اللي كيسولوني باش كانت راسي حجباني، كانت راسي بهادي كيكون فيها الكحل والمارو، انا كنحاول ان تراسي بالمارو ما كيعجبنيش تراسي بالكحل، ودابا غادي نحاول غير نقيسهم حيت ديجا متراسين، نحاول غير نغلقهم شويه وصافي. حيت ديجا راهم مقادين داكشي علاش انتما شفتو، كتحاولي غير انك تقيسيهم وصافي. وزعما الصراحه دارت لي الفورما زوينه واحد البنت في الصالون، دارت لي عجبتني الفورما اللي صاوبت لي، انتما شفتو. غادي نمشي ندير نجيب الكلوز العكر اللي كندير، وغادي ندير شويه ديال الفراجو، ها هو غادي ندير شويه ديال الفراجو ها شويه
عتورة كنبان لكم مظلمة حيت جاية ما جايش من جهة الشمس، ما لقيتش فين تبت التليفون من جهة الشمس شي علاش. وبالنسبة للماسكارا غادي نقلب غير على واحد الماسكارا كانت عندي لها شفا، حيت ما يمكنش انك حيت ملصقة الشفار ما يمكنش ندير ماسكارا ما ناشفاش. كاينه هاد الماسكارا ها فيها خصني ناشفه، شي وحده قديمه ما قاتليش تا هادي فيها. قلبوا على الناشف يا اختي بعد ما نديرو، يمكن هادي ناشفه اه حسيت براسي بحال غا كنمشطهم ما فين حتى وزه. المهم ما عليناش نجيب العكر. ايوا اختي شو العكر هو هذا، هاد اللون كيجيني شي شكل كيعجبني كي درت لكم خطوه بعد خطوه باش تشوفوا شو كندير. يلا عطو النور ومن بعد سالينا وهذا هو اللوك الفينال. هانتوما شتو دابا كيبان دايره كلشي وانا ما دايره تزركم حتى عيونيكم. لبست هاد الكسيوه السوميج وسريول وصافي ها هو ايوا هذا مكان انا كنت بالتليفون بعدا. هذا مكان حبيبات ديالي، كنتمنى يا ربي يكون عجبكم الفيديو وعجبكم الوصفات ديالي، واكيد ديروهم وجربوهم وردوا عليا. شكرا لكم، شكرا للدعم ديالكم، شكرا للحب ديالكم، شكرا لاي حاجه كديروها على ودي. كنموت عليكم وكنبغيكم بزاف و بزاف ديال احاسيس تجاهكم. كنتمنى يا ربي يكون نال اعجابكم و شاركت معكم واستفدتوا شويه. ديروا الماسك وردوا عليا. نقول لا ما نخرجش هكا وانا نقول دوز نجمع هاد الشعيرات جمعتهم. المهم والله كي جاتي